ازيكم يا جماعه؟ في ناس بتقعد تقول لا يوسف في موائد رحمن بتحصل في بلاد، ايوه بتحصل في بلاد كتير، ومنها في اوروبا ومنها في امريكا وحاجات زي كده. شوف، هي المساله مش الترابيزه اللي عليها الاكل وانه اللي معدي يتفضل واهلا وسهلا وكل سنه واحنا طيبين، هي المساله الروح، الحاله، الجو المصري مش هتلاقي زيه. هتقولي ما عشان هو الجو المصري مش هلاقيه مش عارف في امريكا ولا في كندا ولا في استراليا ولا في اوروبا ولا الجو المصري هنا مش مربوط بالجغرافيا، الجو المصري هنا مربوط بروح المكان وروح البشر والأفراد. الجو ده هو اللي حول، بالمناسبة مش بالعدد، هو اللي حول المائدة بتاعت المطرية إلى العالمية. الحالة دي مش العدد وبس، مسألة أبعد وأكبر وأهم وأوقع من ذلك. العدد سهل، يعني لو قلنا هنعمل مائدة رحمن في الصين ممكن يبقى فيها عدد أكبر. إيه ده؟ عدنان. أنا بحب عدنان ده قوي على فكرة، أكتر واحد في البلوجرز بتوع الأكل بحبه هو عدنان، واحد تاني اسمه رعد هبحكي لكم عليه. المهم طبعا ده سفير كوريا الشمالية الجنوبية، في بيشرب من القلة، بيهز راسه بنفس الهزة بتاعت عدنان على رأي الرعشة اللي بيعملها كده دي. اللي أنا عايز أقوله لك بقى فين؟ هي الحالة دي، الازدحام ده، الازدحام مش على الأكل، الازدحام على خدمة المائدة، على المشاركة في المائدة، مش بالأكل، المشاركة بالأكل، مش الناس اللي هتاكل، المشاركة في تقديم الخدمات والتنظيم. الحالة دي كلها هي حالة مصري. احنا معانا على التليفون السيد سفير كوريا الجنوبية الصديقة لدى القاهرة، أهلا بكم. معالي السفير اهلا بيك. رمضان كريم. الله اكرم. كيف حال اللغه العربيه والافطار على مائده المطريه؟ لا انا بتكلم عربي مش كويس. اوكي. انا هحاول ابقى محدد جدا في الاسئله وهتكلم لغه عربيه نوعا ما بهدوء، فهسال كيف استقبلك الناس في المطريه اثناء مأدبه الافطار الضخمه؟ كانوا كلهم في العيه، كانوا كلهم ناس اول مره اشوفهم، لكن كانوا طيبين جدا وسلمنا على بعض وكمان اتصورنا سوا. عظيم. كيف علمت بالامر ومن وجه لك دعوه الافطار؟ بصراحه ما كنتش اعرف عن افطار المطريه، بس في يوتيوبر مشهور اسمه اكلت عدنان هو دعويني وانا وفوت هناك. بالمناسبه عدنان هو اللي عرفني على هنين، هي بنت مصريه بتبيع اكل كوري في الشارع في المعادي. مظبوط، في شارع 9. أنا من المعجبين بالأكل الكوري بالمناسبة. ما رأيك في طقوس رمضان هنا في القاهرة وفي مصر بشكل عام؟ زي الأغنية المشهورة رمضان في مصر حاجة تانية، أكيد رمضان في المطرية كنت كان حاجة تانية. كل حد بيا جدا وكل كان مبسوط. كنا كلنا واحد في الصيام وفي الإفطار. هي دي روح رمضان الجميلة. صحيح. ما هي أو أنواع الطعام المصري التي أحببتها؟ أنا بحب في الحقيقة أنا بحب كل الأكل المصري، لكن خاصة بحب الكشري والقطايف. كشري وقطايف. كشري والقطايف. الكشري الشباك شوية أكل كوري اسمها بيبيمباب، والقطايف برضو شباك أكل كوري
اسمها سونكن. إذن في المرة القادمة سوف نحضر أكل كوري على المائدة إن شاء الله. أشكرك جدا سيادة السفير، ويعني نورتنا في مائدة المطرية، ونورتنا في برنامجنا التاسعة على شاشة القناة الأولى، القناة الرسمية لجمهورية مصر العربية، وإقامة طيبة دائما في مصر خلال فترة عملك، وفي أي وقت تأتي ضيفا عزيزا مكرما علينا في القاهرة. شكرا ليك. أنا بقى ليه بقول لك، انا خدت بالي فعلا ان انا شفت الفيديو بتاع عدنان وهو رايح السفاره يقدم الدعوه للسفير الكوري، وخدوا ونزلوا على السلم مع بعض كده، وقالوا يلا بينا بقى نروح على المائده في المطريه. حتى هذا الرجل الرائع جدا السفير الكوري عدنان قال له طيب هتعمل بقى الحركه بتاعتنا، رعشت عدنان فعمل له الحركه بتاعته اياها دي. ابقوا فكروني احكي لكم على عدنان ده. عدنان ده شخص لطيف جدا ومصري الى ابعد الحدود. اهو هو اللي قاعد اهو ولابس السويت شيرت والهودي الاسود اللي هو قاعد جنب السفير على طول. وعجبني في عدنان انه هو مش بيعمل كده علشان المكسب، يعني الفيديوهات اللي بتتعمل على تيك توك دي والحاجات الريفيوز اللي بيعملها على الاكل هو مش بيعمل كده عشان المكسب. عدنان واضح ان هو بيحب الاكل، بس هو بيحب الناس اكتر من الاكل، فبينزل يلف قدر الامكان على مطاعم قدر الاستطاعه ما تبقاش معروفه، واغلب الناس اللي بيروح يزورها مشروعات بتاعه شبان. يعني انا برضو عرفت البنت اللي بتعمل الاكل الكوري اللي في شارع 9 من عدنان برضو. فده بالنسبه لي حاجه انفورماتيف جدا، يعني ايه حاجه بتدي لي معلومات. اولا انا بدات اشوف قد ايه الولاد عندنا والبنات مكافحين الى بعد الحدود، مخهم شغال، مثابرين جدا. وبعدين بمناسبه ان انا راجل بحب الاكل فتعرفت على مطاعم حلوه في المناطق بتاعتنا الشعبيه الجميله دي بتقدم اكل حقيقي وبجد من غير اي فانتازيه ولا حركات، وطعمه احلى من السكر. فعشان كده اقول لك انا احب عدنان، شخص مصري زي كل المصريين وما بيفتيش وما بيأفورش، الأكل حلو هيبقى حلو، الأكل مش حلو هيقول كلمتين لطاف وخلاص وانتهينا وعدت، مفيش أفورة. عجبني. عاش عدنان، كل سنة وانت طيب. فاصل ونكمل الكلام. احنا مستمرين في استضافة الأحداث الدولية الحقيقة مع تنسيقا مع الاتحادات الدولية أو الأفريقية. احنا لينا عوائد مباشرة وعوائد غير مباشرة. العوائد غير المباشرة هو زيادة عدد الليالي السياحية، ده مش لينا احنا لكن للدولة، بيدخل سياحة للوفود اللي موجودة. كمان الاتحادات الدولية بتدينا أدوات و معدات لتطوير النشاط، ده كده كده كان ممكن الاتحاد يشتريه، فاحنا يعني بتكون موجوده. كمان البث التلفزيوني او البث للترويج لمصر والجزء السياحي. كمان في غرف سياحيه وليالي سياحيه بتتباع، يعني الناس اللي بتيجي دي من خلال لجنه منظمه، الحقيقه بيكون في جزء بيغطي التكاليف اللي موجوده او الجزء المرتبط بالسبونسرز وهكذا. زائد ان هو لما بنستضيف احداث كبرى، لما نيجي نقول مصر عايزه كاس عالم، عايزه اولمبياد، عايزه، بيكون في واحده من التشيك ليست اللي موجوده هو عدد الايفنتات اللي موجوده والقدره السابقه على الاستضافه. الحقيقه النسخه المستحدثه دي احنا عملناها في الاتحاد الدولي علشان نساعد الدول الصغيره اللي هي محدوده الامكانيات، لان الملعب بيبقى اصغر، عدد اللعيبه بتبقى اصغر، قانونها اسهل. وقرر الاتحاد الدولي انه يعمل بطولات في اماكن مشهوره تسويقا لكاس العالم اللي هيقام لاول مره في الهوكي 5 في يناير 2024 في مسقط. البطوله دعايه رائعه لمصر بلد الامن والامان. هيشارك فيها طبعا وزاره الشباب وهم السبونسر بتاع البطولة، هيشارك فيها وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الآثار، وزارة الثقافة، يعني كل الوزارات إن شاء الله هتشتغل فيها عشان نبين وجه مصر المشرف للعالم كله. شرف لينا إن الاتحاد الدولي اختار فرنسا برج إيفل واختار مصر
الأهرامات كنوع من إقامة بطولة دولية بتشمل بيحاولوا هم اللي بتولوا دعوة الفرق وتكلفتها بحيث ان هي بيحاولوا من القارات الأربعة زائد مصر من أفريقيا بيمثلوا في البطولة ده هي. فهي بتبقى بطولة متشافة على مستوى العالم والاتحاد الدولي بيزحها على مستوى العالم، فدي بتعمل رواج جدا للعبة أولا لوكال الفايف، زائد يعني بالنسبة لنا إن أنا البطولة على في الهرم بتعمل نوع من الرواج لينا سياحيا واقتصاديا ودعائيا طبعا. فدي حاجة بالنسبة لنا طبعا حاجة إن إحنا وفرنسا دولتين من ضمن دول العالم كلها اللي تقام عليها دورتين دول. طبعا هي بطولة مهمة جدا مستحدثة، دي تاني نسخة ليها الاتحاد الدولي تحت رعاية الاتحاد الدولي، لأن وطبعا نأمل إن شاء الله بإذن الله النهاردة إحنا في توقيع العقد بتاع البطولة مع الاتحاد الدولي مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للهوكي. هي بطولة هوكي 5 أو الهوكي الخماسي، النسخة الأولى منها اتلعبت في سويسرا لوزان عند مقر الاتحاد الدولي ومقر اللجنة الأولمبية الدولية. النسخة الثانية إن شاء الله هنعملها هنا في مصر تحت سفح الهرم بإذن الله، مكان برضو بالنسبة للناس يبقى مكان يفضل في الذاكرة على طول يعني إن شاء الله. هتكون إن شاء الله خمس فرق رجال وخمسة سيدات. وجهنا دعوة لعدد من الدول الآسيوية والأوروبية. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكون كل حاجه زي الفل وعالي العال. الممثل اللي بجد هو اللي يقدر يخرج بره الاداء المألوف للشخصيات المتعارف عليها، يعني على سبيل المثال لما نيجي مثلا نقدم شخصيه قاتل مأجور لا يعرف الرحمه، عاده كده بيبقى في كليشيه انه لازم يبقى واخد لطشة سكينة في وشه وعنده عين وعين لا مبرق على طول بتاع. لما تشوف علي الشريف لما قدم الشخصية بتاعت القاتل المأجور قدم شخصية تانية خالص الله يرحمه رب. عشان كده علي الشريف ده واحد من اهم واعظم مبدعين السينما المصرية والعربية بشكل عام، لانه ما قدمش الشخصية بالطريقة المعتادة بتاعتها الكليشيه الى اخره، ده كان راجل طيب وطالع حبوب ودمه خفيف واصل واحدة مرة ست قصدتني اقتل لها مش عارف راجل فقتلته كانش معاها فلوس فسامحتها فيهم هنعمل ايه غلبانة، فيرد علي عادل امام يقول لها بصراحة يعني كلك ما شهامة ومفهومة وجدعانة وبتاع. تعالى اخدك على سر والباتع. في سر والباتع عندنا دور الدرويش عبد الله، وهنا خروج عن المألوف، خلت سرحان الحقيقة لا يكف ابدا عن ابهاري، والله العظيم انا بتكلم بجد يعني، خالد صاحبي وعشره عمر من واحنا عيال صغيرين جدا، لكن ده ملوش علاقه بشهادتي بالحق كمشاهد. خالد خرج بره المألوف، قدم الدرويش بزاويه تانيه خالص تكاد تكون غير مطروقه. ازيك يا خالد؟ كل سنه وانت طيب ورمضان كريم يا اخي. صديقي وزميل العمر وحبيبي، ازيك يا جور؟ عامل ايه يا خلود؟ اخبارك ايه؟ اخبارك انت ايه يا حبيبي؟ الحمد لله والشكر لله، والله العظيم طيب. يا خالد وانت طيب، انا بتكلم بامانه ومن قلبي، كل مره لا تكف عن ابهارنا جميعا بانك تقدم الشيء بزاويه مختلفه، ايا كان الدور ايه. حبيبي والله يعني انا مش عارف اقول لك ايه، بتسعدني كل سنه، حتى السنه اللي فاتت اسعدتني بمكالمه تقريبا في نفس الوقت بقيت اتفائل بمكالمتي معاك في رمضان ومش عارف اشوفك من السنه اللي فاتت برضه. ولا والله لسه اشوفك جدا لازم جدا. لازم والله يا ربنا يخليك. خالد قول لي انت خدت الزاويه دي والاتجاه ده في تجسيد شخصيه الدرويش ازاي؟ وبعدت خالص عن الحاله اللي بيبقى متعارف عليها كده حتى في كلامنا الدارج الدروشه.
بص يعني انا هفاجئك في بعض الاجابات في الحلقه بتاعتك النهارده لاول مره بقولها تقريبا يعني ما لا هي الاول مره فعلا بقولها ان انا اللي اخترت الدور ده من الاستاذ خالد يوسف يعني هو كان مديني دور تاني فانا قلت له استاذ خالد يعني مين هيعمل دور الدرويش قال لي لسه قلت له طيب انا مش عايز اعمل دور الاخواني انا عايز اعمل دور الدرويش قال لي مش عارف طب هشوف طيب قلت له والله استاذ خالد يعني اتفضل شوف براحتك انا يعني عاجبني ده بصراحه وحاسس ان ده اللي هعمله حلو هايل ففضل فتره كده يعني ورجع تاني قال لي طالما انت نفسك فيه قوي كده الدور ده يبقى هتعمله كويس رائع قلت له بالظبط كده انت صح سيبهولي بقى بس كده سيبهولي كان ايه اللي شدك اصلا للدور ده يا خالد ايه اللي خلاك عايز ده بس عايز ده بالذات الشخصية كلام الشخصية حوار الشخصية تاريخ الشخصية بالزبط. لا دي شخصية ممتعة جدا تاريخه ان هو انت بتكتشف فجأة انه قاتل معجوز قاتل وتائب فيعني شخصية ممتعة تمثيليا جدا يعني ذكرتها من اول لبسها من اول احساسها الداخلية ما اعتمدتش على ان انا اكون التقليدي في ده صح الناس بتتعامل في الدراما على ان الدرويش ده بيقول ماذا بصوت عالي وبيعمل ما فيش كلام من ده خالص كلام من ده خالص من لحم ودم واحساس وفي نفس الوقت كمان لازم يبقى فيه مراعاه تاريخ الشخصيه ازاي ده كان بيعمل ايه ووصل لايه يعني كانت الحقيقه دراسه للشخصيه وتحدي مني ان اطلع بره المالوف تماما يعني الحمد لله رب العالمين نعمه من عند ربنا طبعا ده وبس وقدرت ان انا اكون معاك على التليفون النهارده ونحتفل بيها يا بختي يعني. يا بختي بص يعني في الحالات اللي زي كده الواحد واحنا صغيرين كنا بنحب نبقى ايه بعيدين عن جلباب الاب دايما وبعدين لما بنكبر بنكتشف ان احنا جزء لا يتجزأ منه فاللي انت بتقوله ده هو خالد سمير سرحان بالظبط الراجل اللي بيقعد يقرا ويسمع ويفهم ويحلل ويرجع بالشخصيه بخلفيتها النفسيه والتاريخيه ده كده خالد سمير سرحان والله خالد سرحان وخالد سمير سرحان وخالد اللي بيحب الدراما صح. وخالد اللي بيحب الفن وما بيعرفش يشتغل شغلانه ثانيه يعني حاجات كتير يعني هو يعني مش كل الناس يمكن عارفه اظن التركيب خالد اللي اختار انه يسيب الكلية اللي كان فيها بعد سنتين علشان يروح يدرس تمثيل سنة. وتروح تدرس تمثيل عن عمد أنا عايز أعمل كده يا عم خالد حرام السنة اللي راحت لا أنا هكمل حياتي ممثل بالضبط أنت عارف كل حاجة فاكر كل حاجة فما يعني ما أقدرش ده عشرة عمر خالد ومغامرات كتير كفاية ركوب وراك على الموتوسيكل ده في حد ذاته لا ينسى خالد كل التهنئة وكل التحية ويعني كلمة الله ينور صغيرة على اللي انت قايم بيه في الدور ده بصراحة حقيقي يعني حبيبي والله ربنا يوفقك ودي مكالمة أنا سعيد بيها جدا وربنا ما يقطعها علينا عادة كل سنة يا رب في عمل جديد إن شاء الله يا رب اللهم أمين وكل التوفيق لك يا خالد كل الشكر لفناننا ونجمنا الرائع جدا من قلبي يعني خالد سرحان زي ما بقول لكم قام بدور درويش بعيدا تماما عن ما نطلق عليه الحالة اللي هي المتعرف عليها الدروشة وحي وماشي وتايه وسرح في الملكوت تركيبة تانية خالص هو فعلا زي ما بيقول كده ده راجل قاتل مأجور ربنا سبحانه وتعالى تابع عليه فقرر انه يصبح من محبين حامد السلطان حامد فيبدا ان هو يمشي على خطاه ويتشبه بيه فلدرجة انه بيقطع صباعه يعني تابع بس المسلسل كويس لو فاتتك حلقات ارجع على واتشت هتتفرج بالراحة وهتتبسط طيب عايز استأذنكم نروح بقى من سره الباتع وتألق خالد سرحان إلى هو تألق بقى وأستاذية الأستاذ كمال أبو ريان والأستاذية زي ما الكتاب بيقول يعني خلينا نشوف مشهد من عملة نادرة ونرجع بقى هنا إيه نكمل الكلام عن الأستاذ يا عبد الجبار الموضوع ده فيه إنا الواد شداد اتجنن
بيقول لعطية أخويا اللي هيجرب من نادرة هيقتله. تمثيلية يا حسن، تمثيلية من تمثيليات أخوك وانت أدرى بيه مني. حتى لو الحكاية كده حسن ملوش دخل ولا صالح. ملوش دخل كيف يا مولانا؟ مش هو كبير عيلته وصالحه يكسرني قدام النجع بخطف الحريم من ميت عبد الجبار؟ دي مش أخلاقي وانت عارف. ايه الكلام ده مش حصل قبل كده؟ خلينا بدلوقتي، عايز تعمل ايه؟ والله طالما احنا في دلوك يا مولانا، لو صح حسن واخوه ملهمش دخل، يطلعوا برجالتهم مع رجالتي، نجموا على شداد ورجعوا نادرة وحفيدي. موافق موافق، انا اول واحد يطلع. ايه المشهد ده يا جماعة؟ ثلاثة جبابرة بصراحة، يعني أستاذ جمال سليمان، الأستاذ كمال أبو ريا، الأستاذ رمزي العدل، الثلاثة بصراحة جبابرة، مشهد حلو يعني، اختيار موفق من زملائي الأعزاء. تاني عايز أرجعك هنا بقى إيه على الأستاذية، يعني مش بس التألق، في 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 ناس أنا من وجهة نظري المتواضعة جدا يعني موهوبة بالفطرة، وبعدين تثقل هذه الموهبة بالدراسة وتثقل الموهبة بالممارسة طول الوقت، ولا يتوقف الفنان اللي بجد عند نقطة، بيفضل مكمل وبيفضل طول الوقت عنده حالة منافسة مع الذات. وأنا في رأيي أن الأستاذ كمال أبو ريا كده، وهو عارف أنا منين ما أكون، لو شفته من على بعد كيلومتر أروح واخد بعضي ونزل راح مسلم عليه وأقول له شرف ليا يا أستاذ، مش كده يا أستاذ كمال؟ يا فندم الله يحفظك. الله لا والله اصل دي حقيقه، يعني انا دايما اتشرف كده ان انا اشوف حضرتك واجي اسلم. الله يحفظك، ده من ذوق حضرتك وانسانيتك واخلاقك. لا لا يا فندم ربنا يخليك. استاذ كمال ممكن اسال ايه هو السر وراء، والله مش دي مش مجامله، فكره الانتقال من دور الى دور، حتى لو هتجسد مثلا نفس الشريحه الاجتماعيه او نفس المجموعه السكانيه، يعني مثلا هجسد صعيدي بس استاذ كمال ابو ريا يقدر يقدم لي اربع شخصيات صعيدي مختلفين ازاي؟ ازاي مش عارف والله، ادينا سر الصنعه. انه انا بتعامل مع الـ مع الـ مع مهنه الممثل بشكل علمي، يعني بشكل علمي اكاديمي، يعني اشرح يعني كل لحظه، مش كل مشهد، كل لحظه بتحتاج بحث، يعني بحث وتفكير ازاي تتعمل. فانا بتعامل كده، يعني انا طول الوقت في اللوكيشن بفكر ببحث اللحظه الشعوريه الانفعاليه اللي انا مفروض اجسدها تتعمل ازاي، طب وايه البدائل وتتعمل كده ليه بس. وكل شخصيه مكتوبه بتبقى حلم بالنسبه للممثل، يعني بيحلم ازاي يؤديها. لو هو ادواته موجوده وثقافته وخلفياته وخبرته موجوده ومشواره وطريقه وخبرته الحياتية بيقدر يوظف كل ده علشان يخدم الشخصية دي. طيب في الحالة بتاعتنا في عملة نادرة، أي حد زي حالاتي كده يعني ما هوش فنان ولا ممثل هيتصور أنه لازم طالما في خلاف ما بين عيلتك وعيلة الأستاذ جمال سليمان لازم هنلاقي زعيق وشخط وزمجرة وتشنج في الكلام، بالإضافة أنه ساعات كتير يحصل وقوع في فخ تقديم الشخصية الصعيدية انه تبقى الشخصية فيها تشنج دائم. وحضرتك ما عملتش كده خالص. ايوه بالظبط. وحضرتك كنت بعيد تماما عن الحالة دي. ليه؟ لانه ما فيش لحظة تقتضي كده. يعني لو الموقف يقتضي ان الصوت يبقى عالي والانفعال يبقى عالي ويبقى فيه اللهجه يعني المعتاده عن الصعايده، الصعايده مش كده. الصعايده هاديين جدا على فكره. جدا جدا. لا بالعكس، يعني هم ناس
يعني والشخصيه السعوديه ليها مواصفات خاصه شويه بيها يعني. صحيح. عاليين ومتزنين وبيفكروا كويس وعندهم عاداتهم وتقاليدهم واعرافهم اللي هم يعني بيؤمنوا بيها. فليه ينفعل؟ وبعدين عاده الناس اصحاب الشأن يعني الناس الكبار اصحاب الشأن تبقى كلامهم قليل وانفعالاتهم بسيطه ولحظات صمتهم طويله، لانه الكلمه عشان تطلع من بقه لازم يتعدي على دماغه الاول يعني. ايوه. فما فيش داعي لما يبقى حد كبير وذو شأن وذو حيثيه في المجتمع اللي هو عايش فيه انه لا يعلي صوته ولا يتكلم بسرعه، لان الناس هتسمعه حتى لو تريس في الكلام وخد لحظات صمت طويله الناس هتستناه لما يتكلم. بصراحة كان كل لحظة وليها مواصفاتها يعني. كل الفن التمثيل مش يعني مسألة ما هي سهلة، محتاجة دايما الواحد يشغل عقله يعني. هي يعني الأداء محتاج ذهن صاحي ذهن واعي. علشان كده أنا ضد فكرة التقمص، يعني يقول لك فلان بيتقمص. مفيش حاجة اسمها تقمص، في حاجة اسمها تعايش. يعني ببقى شبه الشخصية كما لو كنت الشخصية، لكن ما بقاش الشخصية نفسها. لو بقيت الشخصية نفسها مش يعني هيحصل لي خلل في تركيبتي الإنسانية والنفسية يعني. لكن الممثل يتعايش مع الشخصية. يتعايش ازاي؟ بالفهم الشديد لكل لحظة بيعملها، كل حاجة يفهمها كويس. هو الفهم يقتضي إعمال العقل. صح. فطول الوقت أنا عشان أفهم لازم مخي هو اللي يشتغل، فأنا بشتغل بعقلي ما بشتغلش مع عواطفي يعني. حتى انا يعني ادائي انا طول عمري ما فيهوش نبره العاطفه اللي يعني اللي بتستجدي مشاعر الناس. مزبوط. يعني لا يعني كل حاجه بالعقل يعني. مزبوط. يعني كل حاجه تتحط تحت ميكروسكوب وتتحلل كويس وتتقال بشكل منطقي ويوصل للناس بصدق، واحاول اصدقها يعني. احاول اكون مصدق نفسي يعني. حضرتك قلت جمله مهمه قوي في البدايه، قلت ان انا يعني طول الوقت بحافظ على اني اكون في حاله ادائيه جيده، منافسه مع النفس طول الوقت، او بنافس نفسي، لان انا بشتغل بالروح دي. ان انا ما يهمنيش الناس هتقول عليا ايه او النقاد هيقولوا عليا ايه، انا يهمني اكون راضي عن نفسي يعني احقق الحلم اللي انا بحلمه يعني. انا بحلم ان الشخصيه تتعامل بالشكل ده ويبقى وتتأدى بالشكل ده. هذا الحلم إذا ما قدرتش أحققه أبقى أنا ضعيف. فبس عشان كده بأرضي غروري أنا تجاه نفسي، إن أنا عايز أقول أنا كويس يعني، أنا ممثل كويس وأنا اللي راضي عن نفسي. لو رضيت عن نفسي الناس هترضى عني بالتأكيد. ده كلام مهم وحلو ورائع، ومش يلقى لدي هوى، ده يلقى لدي كل الإعجاب بصراحة. أنا والله بجد يعني إحنا حقيقي أنا يعني الواحد يتعلم من كلام حضرتك. أشكرك جدا. لا العفو العفو، ده أنت والله بجد. لا العفو يا فندم، العفو يا فندم. والله بنحترمك وبنقدرك. الله يخلي حضرتك يا أستاذ كمال، ربنا يخليك يا أستاذ كمال، ربنا يخليك يا رب. دي شهادة يعني شرف ليا بجد. كل الشكر ليك يا فندم، كل الشكر لنجمنا الكبير استاذ كمال ابو ريا. شفت قال لك ايه بقى؟ قال لك جمله مهمه وعظيمه. انا مش بمثل في انتظار اراء النقاد، انا بمثل علشان ابقى انا راضي ارضي نفسي. انا بعتقد ان ده لب الفنان او لب اي حد بيقوم بمهنه ابداعيه. ما تنتظرش التصفيق خالص، اعمل اللي انت بجد من جواك تمتلئ بانه انا فعلا عملت كل اللي اقدر اعمله علشان اجسد الشخصيه دي، عشان احط الجمله اللحنيه دي، عشان اكتب الجمله دي في سيناريو او في روايه او في مسرحيه، علشان اطلع الصوره دي لو انا مخرج الى اخره يعني. اعمل كل اللي تقدر عليه، اعصر كل موهبتك عشان تطلع فيها الحاجه. هتنتظر التصفيق، وارد انه يصفق ليك على شيء يعني غير ذي جوده، فما تنتظرش. في ناس بتقدم كلام فاضي وبتسقف لها يعني. ينفع؟ ما ينفعش. وبالمناسبة الصعيدة فعلا كده، هاديين كلامهم قليل، وكل ما تلاقي الصعيدي كبير وسنه كبير يعني كبير في المقام وكبير في السن، تلاقيه هادي جدا وكلامه قليل جدا ووشه حاجة من اتنين، يا ابتسامة بسيطة انت مش فاهم من وراها ايه، يا وشه ما بيديلكش اي انطباع لحد ما يبدأ يتكلم، واللي تفهمه من الكلام هو اللي تاخده، ما تحاولش تقول ولا تفسر. فاصل ونكمل الكلام.
لا أستطيع أن أخفيكم سرا خالص، لأنه هو ما هوش سر. أنا أحب الأكل قد عينيا، وبالمناسبة أنا من المتحمسين جدا لمسألة تراث الأطعمة المصرية أو ثقافة الأكل في مصر. وأنا في رأيي أن المطبخ المصري مظلوم في أنه ما ذهبش للعالمية، بل أرجع أقول لك بقى أن في أكلات مصري بتاعتنا لفت الدنيا وما بيتقالش أنها مصري. يعني الطعمية مصري 100%. هتقولي دليلك على كده ليه؟ ده انا اقعد احكي لك بقى تاريخ الطعميه من ساعه ما بدات من كام الف سنه، واتعملت ازاي، وفي انهي ظهرت في انهي عصر، وبالمناسبه ظهرت من عصر الدوله الوسطى حدوته يعني. طيب تعالى اخدك بقى على جزء احنا اتكلمنا عليه قبل كده، وهو موسوعه الاكلات المصريه، وده مشروع انا بشوفه من المشروعات المهمه ده بجد. ليه تاني؟ ده نشر لثقافة مصرية، وهي ثقافة من ثقافتنا، وهي ثقافة الطعام. فموسوعة الأكلات المصرية بالتأكيد عندنا الأكلات من المحافظات المختلفة، ومن ضمنها الأكلات اللي في محافظة المنوفية. حلو؟ والمنوفية من المحافظات اللي غنية بالأكل وبيحبوا الأكل. آه والله العظيم بكلمة بجد، يعني يحبوا الأكل ويتقنوا عمايله وصنعته جدا. يعني هتلاقي بقى إيه؟ فطير، وفي فطيرة باللبن ودي حدوتة، كسكسي بالسكر، كشك بقى، مش الكشك الألماز، في كشك المصري ده حدوتة تانية. حواديت بقى، تعالوا نتعرف أكتر على مجموعة من الأكلات المصرية وتحديدا من محافظة المنوفية وأصلها وفصلها قدر الإمكان. معنا أستاذة هالة سعيد، وهي موثقة الأكلات في موسوعة الأكلات المصرية، وأصلا كمان مدرس. ازيك يا أستاذة هالة؟ أهلا وسهلا بحضرتك. عاملة إيه يا فندم؟ الحمد لله تمام. كلميني الاول على الموسوعه، بتعملوا فيها ايه بالظبط، وبعدين احكي لي حكايات الاكل يعني افتحي نفسي. الاول انا فرصه سعيده قوي ان انا بتكلم مع حضرتك. لا بالعكس، مشرفانا. الله يبارك فيك. طبعا في المنوفيه هنا مشهورين باكلات كتير، زي مثلا فطير المشلتت. ماشي. مثلا البتاو. ماشي. العيش القمح. الحاجات اللي هي اللي هي في الفرن البلدي دي. اوكي. ايوه، الرز بلبن، العصيده، الحاجات بتاعت زمان دي من منتجات اللبن، اللي هو الفلاح، اللي هي موجوده عند الفلاح. القمح طبعا في الغيط والذره، فهو يعني ده الاكل اللي موجود. اللبن طبعا بيعملوا، يقوموا الصبح على الفطار كده، العصيده والرز بلبن على الفطار. يعني منتجاتنا موجود يعني من اكتفاء ذاتي يعني. لا مش بس كده، المنوفية كمان مشهورة بطبق اللحمة بالخضار. ايوه طبعا. ولحمة محمرة في السمنة البلدي. ايوه، كل حاجة بالسمنة البلدي الحمد لله. كله بالسمنة البلدي، بالذات اللحمة المحمرة بالسمنة البلدي دي حلوة. ايوه قوي، جميلة. أيوة. جميلة. ايوه. طب احنا حاطين ايه الأكلات اللي احنا حاطينها في الموسوعة بتاعتنا؟ احنا عملنا اول حاجه الفطير، فطير المشلتت، واللهم صل على النبي، والبتاو. والبتاو والمنين بتاو اللي هو بالذره، بتاو عيش ذره، الحلبه. يعني بتحط نسبه حلبه كده على البتاو، وفي ذره وقمح وفي حلبه. القمح ده في الصعيد عادة تلاقي البتاو القمح في الصعيد، بتاو ذرة في المنوفية. ايوه ماشي. وايه الفطير المشلتت قلنا؟ طبعا ده لا قبله ولا بعده، فطير المنوفية مشهور. ايوه، عملنا المنين برضو، والرز بلبن، والرز المعمر، والطاجن اللي هو فيه الرز اللي فيه الفراخ، اللي هو الطاجن يعني رز معمر بالفراخ. وفي كشك منوفي على مرقه بط، معروفه دي ولا ايه؟ يعني دي فته دي بقى. احكي لي عليها دي يا استاذه هاله. طالما دخلنا في الفته يبقى لازم تقولي لي بتتعمل ازاي في المنوفيه. احنا بنعملها بقى يعني طشة التوم بحبة الخل كده، اوكي، ومعلقة الزبدة
ونشوح العيش كده زبده في معلقه الزبده، وبعدين نحط ال يعني العيش بيتحمر الاول في معلقه الزبده، انا بعملها كده. وبعدين بنعمل التقليه بقى ونحطها على وش العيش وشوربه البط بقى، وتبقى جميله. لسه فطرانين بقى النار. الف هنا الف هنا الف هنا الف الله يهنيك الله يهنيك. اشكرك جدا يا استاذه هاله، نورتينا وشرفتينا وفتحتي نفسنا. ورمضان الجاي هنيجي نفطر عندك رمضان الجاي بقى، وعليك خير والله. تشرفوا يكتب لنا جميعا العمر، ربنا يخليك والله من دلوقتي. ربنا يخليك يا رب، كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك طيبه يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيبه ورمضان كريم. قلت لكم انا بصوا اصل انا ايه ده، انا باحث عن الاكل غير طبيعي. هي المنوفيه فعلا من اشهر الحاجات اللي فيها، او من اجمل الحاجات اللي فيها. احلى ناس تعمل فته على مرقه بط، كل الناس تعمل الفته على ايه، شوربه لحمه. تطلع بقى لحمه ضاني، تطلع لحمه كندوز، مش دي القصه، بتلو حتى، وان كان شوربه البتلو بتبقى خفيفه ما تاكلش معانا في الموضوع ده، لكن شوربه بط دي لن تجدها غير في المنوفيه. وعندهم بقى بط بقى اللي هو البط البلدي ابو منقار احمر ده. لا انا لو فتحت في الاكل مش هخلص. اه يانا. طيب هو يا جماعه مش الشائعات في رمضان حرام؟ والله بتكلم بجد، مش هو اثاره الفتن والبلبله مش فيها حرمانيه؟ طب والشائعه اللي شغاله دلوقتي متعلقه بوزاره التربيه والتعليم. بص يا سيدي، المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء، كل سنة وهم طيبين ورمضان كريم عليهم جميعا. الحقيقة بيشتغل، هيعمل ايه طيب؟ وكمان يعني حتى في رمضان لقى شائعات، فما المركز بيعمل لما بيلاقي شائعة بيجري يشوف أصلها وفصلها ايه، ويبدأ يرجع للجهة المعنية. ففي المرة دي لقى شائعة بتاع إغلاق مدرسة كلية النصر للبنات في الأسكندرية، وتسريح الطلاب وحدوتة. بالمناسبة أنا قريت الخبر ده من أسبوع، بس أنا قريت الخبر ورحت مدور على البيان الرسمي الصادر من المدرسة. البيان الرسمي الصادر من المدرسة ما بيقولش إن المدرسة لا هتقفل السنة دي ولا السنة الجاية ولا في أي سنة خالص خالص. البيان بيتكلم على موقف مالي خارج من الجمعية العمومية بتاعة المدرسة، وبيوضحوا ايه الفلوس اللي موجودة وتحركاتها ايه وهيحصل ايه، وهيرجعوا للمعاهد القومية يطلبوا منهم ايه بس. ولما اتبعت لي الخبر قعدت بصيت كده، قلت يا جماعة مفيش كلام من ده. حلو يعني، انا حتى كانت مراتي اللي بعتت لي الخبر بتقولي بص ده هيقفلوا كلية النصر للبنات، قلت لها لا نقرا البيان. قعدت قريت البيان قلت لها لا مش كده خالص خالص، البيان ما بيقولش كده على الإطلاق. البيان بيحدد موقف مالي للإي جي سي، وبالمناسبة إي جي سي دي عمرها ما هتقفل. إي جي سي هي علامة مش بس من علامات اسكندرية، هي من علامات التعليم في مصر والمنطقة العربية. إي جي سي وإي بي أس وفيكتوريا وسان مارك وكل الكلام ده، سواء إذا كان فيكتوريا القاهرة فيكتوريا اسكندرية، إي جي سي وإي بي أس هنا، وعندنا كان في لينجز سكول في مصر الجديدة. كل المدارس دي خرجت ملوك وأمراء ورؤساء جمهوريات ووزراء، وخرجت كم قادة مصريين وعرب يسدوا عين الشمس. أنت متصور إنها تقفل؟ تقفل إيه؟ انت بتتكلم على معاهد تعليمية حقيقية، مش بس مدارس، مش ابتدائي واعدادي وثانوي، لا ده تاريخ كبير وعظيم من الحاجات اللي بتخليك ترفع راسك كمصر انها منارة علم في المنطقة بالكامل، في القارة بالكامل. لما رجع المركز الاعلامي الحقيقة مشكورا لوزارة التربية والتعليم، قال لهم يا جماعة ادونا تفاصيل واشرحوا لنا. وزارة التربية والتعليم قالت ايه؟ قالت مفيش اي كلام من ده، والعمل مستمر والعملية التعليمية مستمرة في كلية النصر للبنات في اسكندرية بشكل طبيعي، وانتظام حضور المعلمين والطلاب ومفيش اي حاجة، ومش هيبقى فيه اي معوقات، وانه المدرسة اللي هي كلية النصر للبنات اي جي سي هي تحت مظلة الجمعية العامة للمعاهد القومية اللي بتتولى إدارة الالتزامات المالية بتاعة المدرسة. لو في أي نقص حصل في الموارد المعاهد القومية هي اللي بتسدد ده على طول.
يحصل بقى مناشدة من الطلاب وأولياء الأمور وكلام من ده، يا جماعة ما تقلقوش ولا تنساقوا وراء أي خبر مغلوط أو غير واضح أو مش مفهوم أو قد يستخدمه البعض. مهم، خلصت الحلقة لحد كده، بس الكلام ما خلصش، لسه لينا كلام كتير لو كلنا العمر، يبقى نكمله بكرة إن شاء الله، وبرنامجكم التاسعة. سلامات.